بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة والأخيرة للكارديو فاسكولار سيستم، حنختمها بالهيموريج وتعريف السيركولاتري شوك والهارت فيلر. الهيموريج شنو معناه؟ معناه البليدينج، النزف. هو excess loss of blood due to rupture of blood vessels. من يصير rupture للblood vessels either artery or vein فيصير عندنا loss of blood. types and causes of hemorrhage، يعني the classification it depends on or based on the cause، فit is classified into 5 categories. number 1 accidental hemorrhage، number 2 capillary hemorrhage، 3 internal hemorrhage، 4 postpartum hemorrhage، يعني postpartum بعد البارتوريشن بعد الولادة، number 5 hemorrhage due to premature detachment of placenta، لما تكون المشيمة منفصلة عن البيبي عن البريماتشور بيبي فيصير هيموريج. عندنا هسه الاكسيدنتال هيموريج، it means that a hemorrhage occurs in road accidents and industrial accidents، يعني بحوادث الطرق والمعامل. number 2 capillary hemorrhage is bleeding due to rupture of blood vessels particularly capillaries بالبرين اللي هو cerebral hemorrhage and heart during cardiovascular disease، يعني أي نزف يكون بالأوعية الدموية نسميها capillary hemorrhage، لما يكون بالبرين بالcerebral hemorrhage يسموه and heart during cardiovascular diseases. number 3 internal hemorrhage is the bleeding in viscera، داخل الفيسيرا. it is caused by rupture of blood vessels in viscera، لما ينفجر the blood vessels داخل الفيسيرا يصير عندنا internal hemorrhage. عندنا number 4 ما المقصود بالpostpartum hemorrhage؟ هو excessive bleeding that occurs immediately after labor بعد الولادة، يسموه يظل يصير نزف يسموه postpartum hemorrhage. number 5 hemorrhage due to premature detachment of a placenta، قلنا بعض الكيسز البلاسينتا تنفصل عن اليوترس مالت الأماية before the due date، قبل فترة قبل يعني موعد الولادة اللي ديوتيت لازم تولد of delivery causing severe hemorrhage. إذن detachment of placenta باليوترس of the mother before due date of delivery يصير severe hemorrhage. هاي خمس أنواع من الهيموريج. الهيموفيليا يعني نزف الدم الوراثي and excess vaginal bleeding بالمينوراجيا. فchronic hemorrhage produces different types of effects such as anemia. أهم شيء راح يصير عندنا الأنيميا، فعندنا بالكرونيك نوعين أخذنا internal و external. فكان الانترنال الألسر، حالات الألسر تكون بالفيسيرا، والنوع الثاني اللي هو الهيموفيليا يمثل الاكسترنال هيموريج. عندنا هنا تعريف السيركولاتري شوك. شنو معنى السيركولاتري شوك؟ generalized inadequate blood flow throughout the body to the extent that the body tissues are damaged because of too little blood flow, too little oxygen and nutrients delivered to the tissue. يعني شو يصير هنا؟ ليش واحد يصير بي الصدمة الشوك، وخاصة الصدمة الجهازية يعني اللي لها علاقة بالسيركوليشن، انه blood flow يروح قليل للأنسجة، ما معنى أكسجين قليل ومواد غذائية قليلة. فت it is life threatening condition، هي تهدد حياة ال person if it is not treated immediately. it may result in death, depression or suppression of body functions. هي بالحقيقة الشوك بها مراحل، يعني اللي يصير اكو stages للشوك، إما تكون reversible أو تكون irreversible فحسب الدرجة مالتها. اكو نوع non progressive يعني compensated stage. هنا النورمال سيركولاتري ميكانيزم هي كوز فول ريكفري وذاوت اني تريتمنت، فهاي يسموها نون بروجريسيف. اكو بروجريسيف ستيج للشوك، هي وذاوت ثيرابي الشوك بيكم وورس، لازم ياخذ تريتمنت. الريفرسبل هذه الشوك از بروجريست تو اكستند ذات اول فورمز اوف نون ثيرابي ار ان ادكويت، حتى لو ننطي علاج ما يفيد. فاذا اذا كل ما تكون بسيطه الشوك سهله، انه مثلا نزف بس مو الى درجه كبيره،
فهذه ممكن الجسم كمية قليلة من الدم هي نان بروجريسيف، يعني كومبنسيتد ستيج يعتبروها، الجسم هو يسوي ريكفري بآليات ترجع الجسم إلى حالته الطبيعية. وأكو بروجريسيف لازم ويا العلاج، وأكو إيرريفرسيبل شوك يعني حتى لو تنطي تريتمنت يموت. ليش؟ لأنه وصل إلى مرحلة الديتوريريشن لكل أجهزة الجسم. شنو المانيفستيشن اوف شوك؟ الكاركترستيك فيتشر اوف اول تايبس اوف سيركيولاتوري شوك، كل انواع السيركيولاتوري شوك هي لها علاقه بالبلد، از ذا انسفيشنت بلد فلو تو ذا تشو بارتيكولرلي للبرين، ذا بلد فلو ديكريزز ديو تو ذا ريدكشن اوف كاردياك اوتبوت. من يقل الكاردياك اوتبوت وينزل الضغط، بلد فلو اوريدي يكون قليل للبرين، فيصير عنده مثل الكوما وانكونشسنس. هنا عندنا المانيفستيشن اوف سيركيولاتوري شوك، ايش حيصير بيها؟ وين كاردياك اوتبوت ريديوسز الارتيريال بريشر دروبس داون، هاي اول نقطه، قلل الكاردياك اوتبوت قلل البلد بريشر. نمبر 2 لو بلد بريشر برودوس تاكيكارديا اند فازو كونستريكشن. نمبر 3 البلس اولسو بيكم فيبل، ليش كاردياك اوتبوت قليل البلس ايضا راح يكون عندي ضعيف. Number 4 the velocity of blood flow result in stagnant hypoxia، يعني اكسجين قله اكسجه يصير اكسجين قليل راكد. Number 5 the skin become pale and cold. 6 cyanosis in many parts of the body وخاصه بالear lobes and fingertips. 7 decrease بالGFR glomerular filtration rate نتيجه decrease بالrenal blood flow، بالإضافة الأوتبوت أوف يورين قليل، يورينري أوتبوت يكون قليل. 8 acceleration of metabolic activities of myocardium، ازداد الأكسلريشن الميتابوليزم فيصير accumulation of excess lactic acid and acidosis. الأسيدوسس شو راح تسوي عندي؟ decreases the efficiency of myocardium leading to further reduction in cardiac output، يعني بعد يزداد قلة بالنتاج مالت القلب، الكارديك اوتبوت يقل اكثر. 10 so blood flow to vital organs is severely affected، بما انه الكارديك اوتبوت قل بشكل واضح البلد فلو كل الاورجانز المهمه بالجسم يقل، فاللاك اوف بلد فلو الى البرين تشو produces ischemia resulting in fainting and irreparable damage to the brain. من ما يروح بلد فلو الى البرين ها هي يصير fainting و unconsciousness و irreparable damage. Finally damage of brain tissues and cardiac arrest kill the victim، من يصير عندنا brain tissue ويقف القلب يصير تموت الضحية. هاي هي عندنا هنا تعريف شنو heart failure، فشل عمل القلب، فشل القلب. He is a condition in which the heart loses the ability to pump sufficient amount of blood to all parts of the body، ما عنده قابلية أن يضخ كمية كافية من الدم إلى أجزاء الجسم. Heart failure may be involve left ventricle or right ventricle or both of them، it may be acute or chronic، هذا معنى heart failure. عندنا two type of heart failure either acute or chronic. الأكيوت هو sudden and rapid onset of signs and symptoms of abnormal heart function. Its symptoms are severe initially. However, بعدين the symptoms last for a very short time and the conditions improves rapidly. يعني الأكيوت من يكون حاد الريكفري ماله يكون سريع. بينما الكرونيك heart failure characterized by symptoms that appear slowly over a period of time and become worse gradually، كل ما جاء يصير أسوأ. هذا الفرق بين الأكيوت والكرونيك. هسه عندنا الكونجستيف هارت فيلر، نريد نعرف شنو الكونجستيف هارت فيلر. هو term used to describe heart failure، هو أيضا فشل بعمل القلب لكن resulting in accumulation of fluid in lungs and other tissues، يتجمع fluid بالرئة وباقي الأنسجة من الجسم. والهارت يكون not able to pump blood through aorta remains in the heart. It results in dilation of the chambers and accumulation of blood in veins. يصير vascular congestion.
The health condition is also manifested by fluid retention and pulmonary edema. يعني هذا رأسا يصير عنده pulmonary edema وما يبري أمالته، فلويد موجود والقلب ضعيف ما يقدر يضخ الدم إلى الأيورتا ويبقى بالشامبرز مالت الهارت. الأسباب للهارت فيلر، ليش يصير congestive heart failure؟ The common causes، أول مرة coronary artery disease، defective heart valve، arrhythmias، abnormal heartbeat، cardiac muscle disease such as cardiomyopathy، hypertension، congenital heart disease، diabetes، hyperthyroidism، anemia، lung disorders، inflammation of cardiac muscle، cardiomyocarditis يسموه، إما inflammation due to viral infection أو drugs أو الكحول. عندنا هنا نوع آخر من الشوك، هم هو hypovolemic shock، يشبه الهيموراجيك شوك لكن without loss of blood. هنا يفقد الشخص البلازما، البلازما من تنفقد بدون أن تفقد كريات دم حمر أيضا يشوك الجسم. الأمثلة اللي يصير بيها هاي الكونديشن، نمبر 1 intestinal obstruction، لما يصير انسداد بالأمعاء يؤدي إلى reduced plasma volume. فشي يصير؟ يصير بمكان صار انسداد يصير distension of the intestine in intestinal obstruction area، هناك مكان الانسداد المنطقة القبلة مثلا يصير بيها distension فيسوي block إلى venous blood flow in the intestinal wall، يصير بلوك للفينوس بلود فلو فيزيد الانتستينال كابيلاري بريشر causing fluid to leak from the capillaries into intestinal wall and intestinal lumen because of the lost fluid هذا has high protein content the result is reduced total plasma protein. يعني هو مو صار عندي ترشح فلويد الى داخل اللومن، هذا high protein فنتيجة انه قلت التوتال بلازما بروتين ويقل عندي بنفس الوقت البلازما فوليوم، فيقل عندي البروتين ويقل عندي البلازما فوليوم. نمبر 2 بالسيفير بيرنز بالحروق او الجسم اللي بي ما بي جلد denuded conditions of the skin فيؤدي ايضا عندنا الى loss of plasma so the plasma volume become markedly reduced. عندنا حالات أخرى أيضا يشوك بها الإنسان لما يفقد فلويد from all compartments of the body، لما من كل أجزاء الجسم يفقد فلويد يصير حالة يسموها dehydration جفاف. هذه الكونديشن كان also reduce the blood volume and cause hypovolemic shock similar to that resulting from hemorrhage. لما الواحد يفقد الفلويد كميات كبيرة من الفلويد، يعني احنا قلنا بلازما يفقد يشوك، فلويد لما يفقد يصير بيه شوك. شنو الكونديشنز اللي تسوي عندي فلويد شوك dehydration؟ excessive sweating إذا واحد يتعرق بكمية كبيرة، diarrhea and vomiting، excess loss of fluid by the kidneys، inadequate intake of fluid and electrolyte. number 5 destruction of adrenal cortex، إحنا نعرف من الأدرينال كورتكس يجينا شنو الكورتيكوستيرويد هرمون اللي هو الألدوستيرون. الألدوستيرون the main function هو conserve sodium and secrete potassium. فهنا ايش راح يصير عندي لما ماكو ادرينال كورتكس؟ فالكيدني ان ايبل تو ري ابزورب صوديوم كلورايد اند ووتر which occurs in the absence of adrenocortical hormones aldosteron، فراح يصير عندي dehydration. عندنا نوع اخر من الشوك يسموه نيوروجينيك شوك increased vascular capacity. بهذه الحاله من الشوك there is no loss of blood volume instead the vascular capacity increase، القابلية مالت الفيزل تزداد بحيث كمية البلد اللي موجودة بالجسم is incapable of filling the circulatory system adequately. One of the major causes of this condition هو loss of vasomotor tone throughout the body، فيصير عندنا massive dilation بالفينز ويصير عندي neurogenic shock. هسه نجي نشوف بالسلايد اللي بعده أسباب النيوروجينيك شوك. عندنا هنا causes of neurogenic shock، شو وقت ليش يصير عندنا neurogenic shock؟ number 1 إذا أنطوا deep general anesthesia
فاوفن ديبريسز الفازوموتور سنتر انف بدرجه كافيه تو كوز فازوموتور باراليسيس ويؤدي الى نيوروجينيك شوك. هذه تصير كثير من المرات اذا ينطي حتى احيانا جرعه عاليه من الجنرال انستيزيا. نمبر 2 سباينال انستيزيا، اذا انطوا الانستيزيا بالسباينال كورد خاصة when this extend all the way up the spinal cord، هذا اللي يكون upward يصعد إلى الأعلى، block يسوي للsympathetic nervous outflow من النيرفس سيستم and can be potent enough to cause neurogenic shock. Number 3 brain damage إذا كان اكو cause vasomotor paralysis. Many patients اللي يصير عندهم concussion or contusion of the basal region of the brain، يعني ضربة قوية على الرأس طخة من هاي الوقعة يصير عنده brain damage. فالexperience أظهرت إنه profound neurogenic shock develop even إذا كان عنده حتى في حالات إذا صار عنده brain ischemia قل الدم إلى brain for few minutes always causes vasomotor stimulation يساعد إنه ينهض، لكن إذا الفترة ما تريسكيميا prolonged أكثر من 5 to 10 minutes يصير الأوبوزيت إيفكت، يصير inactivation of vasomotor neurons بالبرين ستيم وبالأخير يصير نيوروجينيك شوك. يعني كل ما كانت فترة الإسكيميا أطول من 10 دقائق يصير بيه نيوروجينيك شوك، لكن إذا أقل يصير activation للفازوموتور سنتر. هذا النيوروجينيك شوك والكوزز مالتها. عندنا هسه نوع آخر من الشوك يسموها anaphylactic shock أو يسموها هستامين شوك، هي بالحقيقة allergic condition حساسية antigen يدخل للجسم in which it leads to cardiac output and arterial pressure decreases drastically ينزل بشكل كلش قوي نتيجة antigen antibody reaction that rapidly occurs after an antigen to which the person is sensitive enters the body. هذا الشخص يكون سنسيتيف لانتيجين معين من يدخل للجسم هذا يصير عنده رأسا رياكشن انتيجين انتيبادي رياكشن ويصير ريليز الى كميات كبيرة من الهستامين. فمنو اللي يشتغل عليه؟ one of the principal effects هو البيزوفيل in the blood والماس سيل اللي موجودة بالبيريكابيلاري تشو تؤدي الى ان تفرز هستامين وهستامين like substance. هذول ايش راح يسوون هالماس سبستانسز؟ increase الفاسكولار capacity because of venous dilation causes a marked decrease بالvenous return. اذا تسوي فينو dilation ونتيجة هذا يقل عندي الvenous return. number 2 dilation of arterioles فيصير يقل عندي الarterial pressure. number 3 increase the capillary permeability with rapid loss of fluid and protein into tissue spaces and net effect راح يكون reduction in venous return and sometimes such serious shock that the person may die within minutes. IV injection of large amount of histamine causes ايضا histamine shock، يعني حتى يدرسوها يحقنون histamine ويشوفون التغيرات اللي راح تصير. عندنا هسه septic shock هي refers to bacterial infection widely disseminated to many areas of the body with the infection being carried through the blood from one tissue to another tissue and causing extensive damage. هنا السبب مات septic shock هو bacterial infection اللي هي السبب الرئيسي والإندوتوكسينز اللي تنفرز من البكتيريا تسوي تسمم بالدم، هي من الشوكس الخطرة يعني بعد الكارديوجينيك شوك هي السيبتيك شوك تجي كلش مهمة وتصير هواية بالمستشفيات. عندنا السيبتيك شوك is extremely important to the clinician because other than cardiogenic shock septic shock is currently the most frequent cause of shock related to death in hospital. الأسباب اللي تؤدي إلى هذه الشوك الكوزز number one هو البيريتونيتيس caused by separate infection from uterus and fallopian tubes sometimes resulting from an instrumental abortion performed under unsterile conditions. يعني التهاب البريتونيوم نتيجة الإصابة إما من اليوترس أو من الفالوبيان تيوبس وأحيانا الإنسترومنت تستخدم بالإجهاض. Number two, peritonitis result from rupture of GIT sometimes caused by intestinal disease or wound. فسوي peritonitis.
عندنا 3 generalized bodily infection resulting from spread of skin infection. مثل ايش؟ اذا عنده بالجلد infection بكتيريا اما streptococcus او staphylococcus هي تسوي generalized infection. 4 generalized gangrenous infection resulting specifically from gas gangrene bacilli. نوع من الجنجرين عندنا انواع سنت اللي اخذته ان شاء الله بالباثولوجي، فنوع يسموه الجاس جنجرين فيؤدي الى generalized infection spreading through peripheral tissue and finally via the blood to internal organs especially the liver. 5 infection spreading to the blood from the kidney or urinary tracts often caused by colon bacilli. هذه الكوزز مالت septic shock. انتهت المحاضرة، وأي سؤال عندكم أنا جاهزة.